السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتونا كتير جدا 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 جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. النهاردة معدنا مع الحصة الأولى في برنامج التأسيس مع حنين. يعني ايه؟ يعني لو ابنك حافظ الحروف كويس قوي 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 هتستلميه مننا بيعرف يقرا ويكتب اي كلمة انجليش. المهم ان حضرتك تتابعي معنا السلسلة دي ان شاء الله، تمام؟ لازم يكون ابنك عارف يمسك القلم وحافظ الحروف او اجزاء من الحروف، اجزاء ايه اللي هي شوية حروف يعني، تمام؟ عشان تقدري ان حضرتك تتابعي معنا السلسلة دي. السلسلة دي يا جماعة هتنزل حصة بحصة، يعني هيتكتب عليها الحصة الاولى، الحصة التانية، الحصة التالتة، وهكذا عشان تكون مترتبة. ماشي يا جماعة؟ ان شاء الله حضراتكم هتتابعوا معايا دلوقتي وهنبتدي مع بعض على طول ان شاء الله في الحصة الاولى. كل اللي انا طالباه من حضرتك تكوني جايبة كشكول وقلم لابنك. ابنك ينقل ورايا. جايبة كشكول وقلم لابنك. وتحاولي انك تنزلي الفيديو ده على الموبايل علشان خاطر كل شوية حضرتك تقدري انك تسمعيه لابنك كذا مرة. بإذن الله من 10 ل 15 حصة علشان خاطر نقول ان الناس الولاد بتكون بس متفاوتين شوية، يعني في ولاد هيقدروا ان هم يقروا ويكتبوا بعد 10 حصص، في ولاد هيقدروا 15 حصة على حسب عدد الحصص اللي احنا هننزلها. بس انا همشي معاكم بالراحة خطوة خطوة علشان تقدروا ان انتوا تستوعبوا بسهولة وببطء شوية، علشان في ناس اصلا مش متأسسين خالص. لو حضرتك يعني فاتك التأسيس يعني، او مش قادرة انك تأسسي ابنك، او حصلت ظروف وما أسستيش ابنك، تابعي معنا السلسلة دي. يلا يا اصحابي هنبدأ مع بعض على طول في الحصة الاولى النهاردة. واول حاجة عندنا الحروف letters، تمام؟ ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ احمد. وانت اسمك ايه؟ هبة. يا خلاصي، طب يلا يا هبة طلعي الصوت بتاعك كده وقولي ايه ده؟ هبة بتتكلم ايه؟ وانت كمان يا مصطفى؟ طب يلا يلا يا مصطفى طلع الصوت بتاعك. يلا وريني، سمعني صوتك. تمام؟ ايه ده؟ الحروف كمان يا حبايبي ليهم اسمهم وليهم الصوت بتاعهم، تمام؟ تمام، تعالوا كده نشوف مع بعض الأول الحروف. أنا هقوله وأنتوا هتقولوا ورايا، تمام؟ أي أي، وما اسمهاش إيه. أي أي، بي بي، سي. ايوه انا عارفه ان شاطرين وعارفينهم، بس قولوا ورايا برضه. سي دي، دي مالهاش نقطه كده. دي اي، برافو شاطرين، على صوتك شويه. اي على صوتك. اف، بس مش اف، اف دي لما نكون ماشيين جنب بلاعه، لكن ده اسمه اف. اف اف، يس. تاني اف. جي جي جي. اتش اتش، بصي يا حبايبي، اتش اتش، تمام؟ ما اسمهاش اتش، خلاص اتش دي خلاص راحت لحالها، احنا اسمها دلوقتي اتش اتش اتش. اي اي اي. جي، ايوه ايه جي؟ ايه مين اللي جي ده يا دوناي؟ اسمها جي. ايه جي ده؟ جي حتى اسمه جي 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 جي. كي كي. ال ال ال. ام ام. ان ان. او او. بي بي. كيو، علي صوتكم. كيو، علي صوتك، ايوه علي صوتك عشان اسمعك. كيو. ار ار.
W ما اسمهاش W عيب. ضا 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 بص ضا W بص ضا. ايوه شاطر برافو برافو عليك انت ولد جميل. W W X sorry X Y Y Z. في ناس بقى تقولها لك زد وناس تقولها لك زي براحتك براحتك زي ما انت عاوز بس هي زد. تمام كده تمام. يلا انا هعمل كده وانتوا تقولوها بسرعه. يلا قولوها بسرعه انا سامعاكم. علي صوتكم يلا علي صوتك قول بسرعه. يلا سامعاك يلا. برافو كفايه لغايه كده شاطرين شاطرين برافو عليكم. تمام بعد لما كتبنا الحروف وحفظنا الحروف كويس جدا 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 هنشوف الساوند بتاعت الحروف. ساوند ايه ساوندز دي؟ يعني اصوات الحروف الصوت بتاع الحرف. تمام اصوات الحروف الساوند بتاع الحرف. اي بيقول ايه بقى؟ ا B B B. برافو عليكم B. شاطرين شاطرة شاطرة برافو عليك يا عمر اللي هناك انت B. Letter C K K K K. D بيقول ايه بقى؟ D. بص غمض بيعمل ازاي بص D D D D. E حرف الاي بيقول ايه؟ ايه 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 ايه. letter F letter G G G G G. letter H شاطرين حرف الاي بيقول ايه بقى؟ اي 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 اي. حرف الجي جا جا برافو جا. حرف الكي ك ك ك. ال شغاله بره انا مش عارفه انتوا سامعينها ولا لا. كيو كوا كوا كوا. ار بطلع لساني فوق مش بنزله. ار اس تي تا تي You V W W W X X X X Y Y Y Y Z or Z. شاطرين شاطرين شاطرين. عرفنا الحروف؟ هنكتبهم مرتين مرتين. هتوريهم لي؟ هتوريهم لي فين؟ هتوريهم لي فين؟ انا هشوفهم انا هشوفهم. هعمل بوست على الفيسبوك وهنزل لكم دلوقتي في قلب وصف الفيديو. تمام هنزل لكم اللينك بتاع البيج بتاعتنا بتاعت الصفحه على الفيسبوك. تمام
وهعمل بوست وهتنزلولي الواجب بتاعه في قلب البوست ده. ماشي حبايبي؟ تمام. وكمان ان شاء الله باذن الله هعمل تعديل برضو على وصف الفيديو ده بكره، عشان هكتب لكم اللينك بتاع الحصه اللي هو اللينك لينك الحصه اللي هتدخلوا بيه ان شاء الله، وهقول لكم هتدخلوا بيه هيكون امتى وساعه كام والكلام ده كله. حصه ايه يا حنين؟ ايوه، ما احنا عندنا لما بناخد حصتين بعد كل حصتين او بعد كل ثلاث حصص على حسب الحاجات اللي بناخدها في الحصص، بعد كل حصتين او بعد كل ثلاث حصص فبناخد حصه على زوم، تمام، بنطبع فيها الحاجات دي كلها، وحصه زوم برضو بتكون مجانيه. المهم ان انتوا تكونوا مشتركين في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تقدروا ان انتوا تتابعوا معانا السلسله دي ان شاء الله. تمام، ان شاء الله اشوفكم على خير الحصه الجايه باذن الله. باي باي، ما تنسوش تحفظوا.